صاحبي مالك؟ انت جعان؟ افتح لك بطن الطقس يا عم منتصر. مين اللي جوه بيخبط؟ منتصر جوه بيخبط. انت كلمت؟ انا اسف يا جماعه اتاخرت عليكم. ماشي يا ابني، ماشي. بعد عليا في مكتبي، انا عايزك ضروري يا ابني. صاحبك باعك وكان هيحبسنا كلنا، يبقى لازم تبيعه انت كمان. خليك معانا وانا هعوضك، هديك اللي يخليك تسدد ذهب والدتك وزياده كمان. انا اسف يا استاذ عبد القادر. 100,000 جنيه. ايه؟ ودول 10% من المبلغ. هاخدهم صافي ولا هيتخصم منهم مصاريف إدارية؟ أهم حاجة في اشتغالة القدرات دي هو التدريب عليها، والتدريب ده هيروح كمان للرجالة اللي هيساعدوه. سيب الساعة بقولك وجور. لو سمحت شارع 9 منين؟ إيه يا حبيبي، هو أنت وقفت تاني ليه؟ ثواني بس أرد على الراجل بيسأل على العنوان. هو مين اللي بيسأل على العنوان؟ الراجل ده. لو سمحت شارع 9 منين؟ وبعدين بقى في المزاولة دي؟ ألف جنيه غزل بناتي عبد معبود، بتتوحم ولا إيه؟ ده الواد اللي أقنعه إن أشجان شبح ومحدش بيشوفه. خد يا واد، شاطر يا واد. إيه رأيك يا عم عبد المعبود؟ هتبقى تجيبني تاني؟ هجيبك يا ماشي يا ريس. اسكت، ده إحنا كنا هنتكشف. واحدة خبطتني في كتفي وقالت لي أنا آسفة، دي وده يا أخويا لقيناه تنح. إيه ده؟ هي شافتها إزاي يا عم عبد معبود؟